كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا الدنيا خاوية، يعني كتشوف البشر قليل قليل بزاف، وخا الشميشة الجو مزيون ولكن كاين البرد شوية. بحال دائما انتوما الدنيا خاوية، البشر ما كيدورش بزاف قليل. المهم بغيت نبدا معكم نهاري اليوم ان شاء الله، نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز واللي عملته انا معكم وانتم معايا. فوالا البنات، فطرنا وسالينا. بغيت نشارك معكم واحد الماسك اللي كنعتمد عليه انا وكنعملو دائما جوج مرات في السيمانه. ماسك غزال، كيصلح الشعر المتضرر، الشعر المتقصف، هذاك الشعر اللي كتكون كتهرس، الشعر الجاف. صراحه كيعالج هاد الانواع ديال الشعر، وكيعطيها واحد اللمعان وكيرطب الشعر. هاد الماسك غزال، دونك غادي نحتاجو هنايا دانون طبيعي، زيت بلديه، والعسل الطبيعي، والمايونيز، وعندي زلافه اللي غادي نستعمل فيها. غادي نعمل قد يعني نعمل عبر واحد، مثلا انا غنعمل جوج مغارف ديال المايونيز وجوج ديال العسل وجوج اولا ثلاثه ديال الزيت بلديه، ودانون طبيعي انا غادي نعمله كامل على حسب انا شعري. انا عندي الشعر طويل وقوي تبارك الله، يعني ما غاديش يقدني الا عملت كميه قليله، دونك خاصني نعمل كميه زايده. نتوما كتبقى على حسب الشعر ديالكم، يعني بغيتو تعملوا قل بغيتو تعملوا كتر، نتوما الا كان شعركم خفيف وقصير عملوا غير مغروفه من الحاجه، مغروفه من العسل الطبيعي ومغروفه من المايونيز، وعملوا مغروفه كبيره يعني عامره بدانون طبيعي، و زيت بلديه عملوا شي جوج معلقات. انا استعملت كميه كبيره كيف قلت لكم، شعري تبارك الله هذا طويل. دونك صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل، وغادي نخلط مزيان مزيان. ابخي غادي نعمل الماسك ديالي في شعري مزيان، غادي نعمله وانا كان بحال اللي كندخله في الشعر مزيان، يعني كتعمل له شويه الماساج هكذا باش هذاك الماسك كيدخل في الزغبه ديال الراس، حيت الشعر ديالنا راه هو محتاج بزاف بزاف هاد المواد الطبيعيه، حيت هاد لي شامبو اللي كنستعملو كاملين راه فيهم دي برودوي كيميك وماشي زعما صحيين للشعر ديالنا. واخا نعياو نشريو في الماركات ولا هادي، ولكن والو كيبقى دائما لي برودوي كيميك، زعما الا جيو شوفوا راه هما اللي كيخرجوا على الشعر كتر وكتر. دونك هادشي اللي عندي، وحاولوا البنات دائما الشعر ديالكم تهلاو فيه، عملوا له لي ماسك، وسيرتو البنات اللي كيعملوا سيشوار شعرهم دائما، وهذا حيت الشيشوار هو اللي كيخرج على الشعر بزاف. انا ما كنعملو شي، ولكن شعري كنبغي زعما نتهلا فيه مزيان. انا ملي كنعمل هذا الماسك هذا شعري تبارك الله كيرجع غزال، يعني نحاولوا دائما نعتمدوا الحاجات الطبيعيه، المواد الطبيعيه.
غادي نخلط الخليط ديالي وصافي، وغادي نمشي باش نعمل الماسك في شعري، وغادي نلويه بهذاك السلوفان بلاستيك ديال المطبخ، غنلويه مزيان على شعري، وبخي غادي نمشي نكمل الشغل ديالي واحد جوج ساعات ولا 3 ساعات، وغادي نمشي نغسل شعري. وغادي تلاحظوا الفرق، يعني غتلاحظوا الفرق ملي غادي تغسلوا شعركم، وغادي ينشف غادي تلاحظوه. دونك هذا هو الماسك اللي بغيت نشارك معكم، نتمنى تجربوه يعجبكم. وندوز دابا نوجدو الغديوي ديالنا ان شاء الله. بغيت نشارك معكم واحد الحوتة كتجي في الفران بطريقة مختلفة، ونتمنى تجربوها. دابا غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد الحوتة، راجلي هو اللي غادي يعدلها. حوتة كبيرة، و غنستعملو بابي ألمنيوم و بابي كويسو، والملح، الملح ديال الملح غليطة، داك اللي كتكون غليطة، والزعتر والثوم، هادشي اللي غادي نحتاجو. وهاد الطريقة هادي كتجي واعرة ولذيذة بزاف، ما تشبعوش منها، دغيا دغيا كطيب في الفران، ما كتديش وقت بزاف، تقدر تطيب في 4 ساعة تكون واجدة. دونك كتخوي بحال هاد الشكل هذا الملح مزيان، حوتة ما فيها حتى حاجة، ما فيها والو، كتعمل لها شوية ديال الزعتر من داخل كيف كتشوفوا، صافي، وكتنزل على هذاك الملح، وواحد التومة، واحد فص ديال التومة ولا جوج، خليتهم بالقشور ديالهم غير قسمتهم على جوج، صافي غنزلها هكذا وسط منا. كيف كتعرفوا الحوت كتبغي التوم. دابا غادي يزيد لها الطبقة الثانية ديال الملح، والملح كتعملوه بزاف ماشي غير شويه، كيف كتشوفوه هو فرش له بزاف، والفوق عاوتاني كي عمره بالملح على هذا الشكل هذا. وعاد هذا الملح هذه غليطه يعني كبيره، وسبحان الله هذا الملح هذه لذيذه، ماشي بحال الملح اللي كناكلو اللي كنطيبو بها زعما، وما كتجيش الحوته مالحه مره، يعني كيجي في واحد المذاق سبحان الله غزال. دوزو نوجدو الخضرة ديالنا اللي غادي نرافق بها الحوتة. كنستعمل الخضر اللي بغيتو، داكشي اللي بغيتو تاكلو، وصافي عندي هنا انا غير الكاغوط واللوبيا خضرا، هما اللي استعملت، سلقتهم في الماء وشحرتهم شوية ديال الزيت ومليحة، وشوية ديال الابزار، وشوية ديال المعدنوس، شوية ديال التومة بودرة، هادو هما كيفاش عملتو بهاد الطريقة، راه كلشي كيعرف يعملها طبعا، الناس كيعرفوها. وغادي ندوزو نوجدو سلطة بالبطاطا، كتجي مزيونة ولذيذة بزاف. عندي هنا بطاطا مسلوقة مقطعة طروفة صغار، عندي الزيتون مقطع صغير، شوية معدنوس، مايس، عندي الطون، وعندي بيتي بوا جلبانة. دونك غنستعمل فيها غير هاد الشي هذا، وهاد الشلاضة هادي كتجي مزيونة بزاف، يعني حتى الا ما عملتوش شي حاجة زعما شي حاجة فيها الخضر، يمكن لكم تزيدوا الخضر غير في الشلاضة ولا الخضر مشحرة، حتى هي كتجي مزيونة.
دابا البنات غادي نوجد معكم هاد الديسير، كيجي مزيون ما فيه شي حاجه. وكيف كتعرفوا دانون بعض المرات كناكلوه غير بوحدو، يعني من الاحسن نزيدوا له الفخوي وداكشي كيجي مزيون. وبالنسبه للبنات هاد الديسير هذا غينفعكم حتى في رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. بالنسبه للسحور، الناس اللي ما كتقدرش تاكل ولا شي حاجه، هذا راه مزيان وصحي، يعني يقدر يشب، يعني يشبر في الواحد شويه، تقدر تزيد معاه التميرات حتى هما، يعني اللي بغيتي اللي فخوي الساك. هذا صراحه غادي ينفع حتى في رمضان كيف قلت لكم في السحور. دونك عملت شويه ديال دانون، وعملت فوق منه شويه ديال هذاك اللي شوفان ولي فخوي السيك، المهم كيجيو هكذا كاملين، الزبيب فيه كل شيء. وزيت عليه شويه ديال الدانون عاوتاني، دانون كيبقى اختياري، استعملوا اللي بغيتو. انا بعض المرات كنعمل هذا، مره كنعمل الدانون الطبيعي، كل مره شنو كيكون عندي كنعمل. ولي فخوي حتى هما كل مره شنو يمكن لكم تستعملوا وصافي. نتلاقاو في الطبق النهائي في الطبيله ديالنا. ولا البنات الحوته ها هي كتجي على الطريقه هذه كيف شفتوا. الجلده ديالها كتحيد بسهوله، و يعني ما كتعذبك شي، وبالخصوص ملي كتكون باقا سخونه، يعني الجلده ديالها كتحيد فاصل دغيا. هنا كانت بردت واحد شويه وهيداك تحيدت. دونك هذه هي الطريقه اللي طيبنا بها الحوت، وهذا هو الديسير ديالنا. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وهيدا الانسان مره كيبدل شويش على الحاجه اللي كنكونوا متعودين عليها. خليتكم على خير ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.